السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير، صحة جيدة بإذن الله. إذا كنتم أول مرة كتشوفوا القناة، ما تنساوش دعمي باشتراك في القناة وتفعيل جرس ليصلكم الجديد فضلا وليس أمرا. تم الإعلان عن مباراة ولوج المدرسة العليا للأساتذة بفاس. قمت بتسجيل فيديو خاص بالشروط والتخصصات وشروط كل تخصص على حدة. يمكن لكم ترجعوا الفيديو في قناة فريدة شانيل. الآن غادي نشوفوا طريقة ديال التسجيل. بالنسبة للتخصصات المفتوحة في الإجازة المهنية، كاين ديال اس في تي وتخصص مهن تدريس الأشخاص في وضعية الإعاقة الذهنية. بالنسبة للإجازة المهنية كاين انتقاء، يعني دراسة الملف، زائد تيست إكخي، اختبار كتابي واختبار شفوي. بالنسبة للإجازة المهنية أيضا كاين في جغرافيا والتاريخ، كاين أيضا في سيكولوجي أبخونتيساج، وكاين في الدراسات الإسلامية. هذا بالنسبة للأكسيل إس 5. وبالنسبة للإجازة في التربية، كيعتمدوا فقط على دراسة ديال الملف بالنسبة للانتقاء، زائد اختبار شفوي. بالنسبة للإجازة في التربية، مفتوحة في الرياضيات، مفتوحة في الفيزياء الكيمياء، مفتوحة أيضا في اللغة الفرنسية بالنسبة للتعليم الابتدائي، وأيضا ديال الفلسفة. هناك أيضا تخصص آخر ديال الإجازة في التربية خاص بالمعلوميات، يعني أبارتيغ دو إس 3، كاين في الماستر والماستر المتخصص في الفيزياء وعلوم الحياة والأرض. وبالنسبة للماستر، كاين في الرياضيات التطبيقية، وأيضا كاين في أسس التربية والتعلم. بالنسبة للشروط، يمكن لكم ترجعوا الفيديو ديال الشروط خاص بشرح شروط جميع التخصصات. بالنسبة لطريقة التسجيل، غادي نقول هنا على بخانسكريبسيون أونلاين وأكسي أون إس أن. بالنسبة للتخصصات اللي بدأ فيهم التسجيل، هي ديال اس في تي، ديال التربية الخاصة، وديال الرياضيات، وديال المعلوميات في الاس 3. بالنسبة هنايا مي غتوجدوا انسكريبسيون، هما اللي بداو فيهم التسجيل. هنا يمكن لكم ديروا موديفي لانسكريبسيون او دير امبريمي لافيش ديال لانسكريبسيون في النهاية ديال التسجيل. بالنسبة للطريقة الصحيحة، الا بغيتوا الشروط، كتكليكي هنا على انفورماسيون ديال كل تخصص. الا بغيتوا التسجيل، كتكليكي على انسكريبسيون. بالنسبه لي غندير التسجيل في التربيه الخاصه، غنكليكي هنا على انسكريبسيون. الاجازه المهنيه في التربيه الخاصه، تخصص مهنه تدريس الاشخاص في وضعيه اعاقه ذهنيه، خاصه بالحاصل على بكالوريا 2020 و2021. هنا غندير اني دوبتونسيون ديال البكالوريا، سنه الحصول على البكالوريا هي 2021. غادي نكتب لو كود مسار. غندير لا دات دو نيسونس، يعني على حساب لو جوغ لو موا او لاني. غنكليكي هنا على انا الست برنامج روبوت، ونكليكي على انفويي، وندوز للمرحله المواليه. بعد ذلك تمر المرحله المواليه المرجومه لهذه الاستماره بعنايه. كل معلومه خاطئه قد تؤدي الى اقصاء المترشح. هنا باغ ديفو كيعطيونا سنة الحصول على البكالوريا، لأن ديجا دخلناها في المرحلة الأولى. وبالنسبة للاسم العائلي، الاسم الشخصي أيضا كيعطيوه باغ ديفو، يعني من السيستيم ديال المسار. لو كود مسار اللي دخلناه في المرحلة الأولى، تاريخ ازدياد اللي دخلناه في المرحلة الأولى. هنا كيعطيك الشعبة ديال البكالوريا. بالنسبة للمعلومات اللي خصنا ندخلو، هو لا مويان جينيرال ديال البكالوريا، المعدل العام ديال البكالوريا، رقم ديال البطاقة الوطنية، وهنايا الإيميل. الإيميل خص يكون فاليد، يعني إيميل خص يكون صحيح. نديرو رقم ديال الهاتف، ونديرو لادغيس ديال المترشح. بعد ذلك خصنا ندخلو كلمات المرور. الو سومو دو باس نو بو با تيتر ريكوبيري، يعني بالنسبة لهاد كلمات المرور ميمكنش تقوم باسترجاعها. الو بيان كونسيرفي سومو دو باس، خصكم تحتفظو به مزيان. إل فو سوغا إيتيل أبخي نوطامون بوغ لو ديبو دي دوسيي اللي غتحتاجوه في إيداع الملف. وبعد ذلك ندير انا لست برنامج روبوت، وندير انفويي. بالنسبه لي انا غادي نكمل هذه المعلومات، ونكليكي على انفويي. بعد اتمام جميع المعلومات وتكون معلومات صحيحه، انا كنقر على انفويي. بعد ذلك تعطيني هذه الواجهه، انسكريبسيون اي تي سوف غاردي في نوتي لو مود باس سوين. خصك هذه كلمات المرور اللي عطاو، خصك تحتفظ بها، هي كلمات المرور اللي دخلت في خانه كلمات المرور. الو فوزون نوغي بوزوان بور ابورتي دي موديفيكاسيون ا فو دوني دو لو كا دي نيرور. هذه كلمات المرور غتحتاجها في حالات الا بغيت دير تغيير في بعض المعلومات، في حالات خطأ. على كيبقى
فقط دير هنايا امخيمي لا فيش دانسكريبسيون، غنقرو على امخيمي لا فيش دانسكريبسيون، انا كنعطيك جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، مدرسة العليا للأساتذة بفاس، الإجازة المهنية في التربية خاصة تخصص مهنة تدريس الأشخاص في وضعيات الإعاقة الذهنية. هنايا أن بخيمي أجوانت أو دوسي دو كونديداتور، بالنسبة لهذه خصكم ديروا لها الطبع وديروها مع وثائق ديال ملف الترشيح، هنا فقط كاين معلومات خاصة بكم. على هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو، كانت هذه هي الطريقة الصحيحة للتسجيل في المدرسة العليا للأساتذة، أتمنى التوفيق للجميع. ما تنساوش إذا عجبكم الفيديو دعمي بإعجاب للفيديو، إذا كنتم أول مرة كتشوفوا القناة ما تنساوش دعمي باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.